هذا التأصيل الذي يأخذ بألبابنا وقلوبنا كبادلين للخير وناشرين له، وبكم أيضا كمحبين للعلم وراغبين فيه، ينبغي أن تعلموا أنه يشتمل على مزالق. فمن جملة تلك المزالق إهمال تزكية النفس، فاللهث وراء المعلومة جعلنا نقصر في تزكية أنفسنا بالأعمال الصالحة والإكثار مما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، فصار الزهد والرقائق والأخلاق والسلوك شيئا بعيدا عن اسم التأصيل، ولا يمكن التأصيل إلا بوجودها، كما ذكر ابن تيمية الحفيد في كلام الله أن القلب إذا كان لينا سهلا أمكنه أن يحفظ العلم ويفهمه وأن يزكو فيه العلم ويثمر ويصل إلى ما يريد.